السوشيال ميديا. الموضوع ده يا جماعة وأنا بتكلم فيه فعلا أنا متعاطف جدا مع جمهور مصر كله، مش مع الزمالك بس والأهلي. لازم يا جماعة نتكاتف كلنا مع بعض، لازم كلنا نبقى يد واحدة، لأن الموضوع مش موضوع إن نجي نستثمر في مصر، لا يا جماعة الموضوع مش كده خالص. أنا مش عايز أتطرق لأمور سياسية وأمور، أنا بتكلم في رياضة، لكن أهم حاجة عندي بلدي. أنا ممكن أتخانق مع الأهلي، أه ممكن أزعل مع جمهور الأهلي، أه مع الإدارة، أه جمهور الزمالك يبقى في خلاف مع رئيس الزمالك مع النادي الأهلي مع بعضنا، مفيش مشاكل. في الأول والآخر إحنا مصر، في الأول والآخر إحنا شعب واحد، ما ينفعش اللي بيحصل ده. يعني الموضوع يعني ايه المبرر يا جماعه ان انا اصرف مليارات او ملايين علشان انا اطلع نادي زي كده؟ طب معلش انا في سقف اللعيبه اللي عندي ما يسويش الملايين اللي حضرتك بتدفعها. محمد يعني ملاحظ حاجه كمان غريبه اللي هي مجنناني او مضايقاني نفسيا او مضايقاني ما اعرفش. الواحد لما دخل جوه الكواليس هنا شاف حاجات غريبه جدا، مفيش اعلامي بيطلع يتكلم يقول في ايه، الناس كلها مفهمة ايه الموضوع مش قادرة تتكلم. يعني لما الاقي لاعب مثلا ب 27 مليون زي قفشة، ولا التاني جايب 30 مليون محمد حمدي، ايه يا جماعة ده؟ معروض على احمد جمعة 60 مليون. طب انا لما اطلع بالسقف ده لفوق الاهلي والزمالك هيروحوا فين؟ انت عاوز تهد نادي معين مش هيتهد، لان ده نادي الشعب والتاني النادي الملكي، مش ممكن. وجماعه بتستغل ظروف معينه، يعني انا ما اجيبش احط رئيس النادي الزمالك معايا ولا احط مجلس اداره نادي الزمالك.